رجعنا لحضراتكم بقى عشان نتكلم عن واحد هو اسطوره مصر في كره القدم طبعا خلاص بلا منازع، النجم المصري العالمي محمد صلاح. تقارير السعوديه دلوقتي كلها ما عليهاش كلام غير محمد صلاح، وكل شويه تطلع تسمع الصبح افادت تقارير سعوديه اخبار حصريه مش عارف ايه، لسه احنا ما نعرفش. خلي بالك محمد صلاح ممكن بنسبه كبيره جدا ما يسيبش ليفربول، لكن تعالوا نشوف مع بعض الخبر اللي معانا ده عن محمد صلاح. تقارير سعوديه افادت ان نادي اتحاد جده السعودي اقترب بشكل كبير جدا من الحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي. تقارير سعوديه قالت بقى ان نادي الاتحاد يسابق الزمن نحو اقناع محمد صلاح وليفربول بقبول الصفقه الكبرى قبل اغلاق الميركاتو الصيفي في الدوري السعودي في 7 سبتمبر المقبل. وحسب صحيفه جازيتا ديالو سبورت الايطاليه فان نادي اتحاد جده سيقدم عرض بقيمه 100 مليون يورو لنادي ليفربول، والذي يرحب بالعرض من حيث المبدا، وانتقال صلاح بهذه القيمه اذا تمت يعني سيكون اكبر من صفقه انتقال نيمار الى صفوف الهلال بعد رحيله عن باريس سان جيرمان اللي كان ب 90 مليون يورو لو تفتكروا. في المقابل جاء عرض الاتحاد بطل دوري روشن من اجل ضم محمد صلاح صاحب ال 31 عام طبعا مقابل 200 مليون يورو، حيث سيكون مده العقد 3 سنوات. ويمتلك صلاح عقدا من نادي ليفربول حتى صيف 2025، حيث اعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول في الاسبوع الماضي انه لا نيه للتفريط في صلاح. خليني اقول لكم ان صلاح بالذات هيكتر عليه كلام كتير جدا الفتره اللي جايه لحد يوم 7، لحد ما تقفل الانتقالات موسم الانتقالات في الدوري السعودي. لكن صلاح نفسه لو نفتكر كلام وكيله في اول الموضوع خالص قال ان احنا مرتبطين بعقد مع ليفربول، لو تفتكروا كلوب قال انه متمسك بمحمد صلاح، فبالتالي في اتفاق. هي ممكن يكون صلاح ما ابداش رفضه لعقد الدوري السعودي لحد دلوقتي او لعقد اتحاد جده يعني، لكن الايام اللي جايه ممكن نشوف، اصل ارقام مغريه جدا، فممكن الله اعلم هيغير رايه ولا لا، لكن لحد دلوقتي صلاح متمسك بليفربول وليفربول متمسكين بيه.